في الفيديو ده هنتكلم على ازاي بنقدر نقفل الرواتب الشهرية ونصدر شيتات المرتبات. بندخل اتش ار مانجر، بيدخل على الاكونت بتاعه وبيدخل على السكشن بتاع الاتش ار مانجر هنا، وهيقف على باي رول. ما بيقف على باي رول بيطلع له ايه؟ كل الناس اللي احنا عندنا. فبنعمل ايه بقى عشان نيجي نشتغل؟ ممكن نفلتر، نطلع بعض منهم بس، نعمل لهم جنريت سالري. عندنا فلاتر كتيرة نقدر نشتغل عليها ونقول له جو عشان يطلع الفلتر. وممكن نعمل ريسيت، يعني مثلا احنا ممكن نقول عايزين اليوزرز اللي اسمهم تامر، او عايزين اللي وظيفتهم كذا، او اللي البيزنس هيد بتاعهم كذا او مديرهم كذا يعني، او في ادارة، او متسجلين في السيستم في ادارة كذا او في موقع كذا وهكذا. بنعمل فلاتر وندوس ايه جو. هيطلع لي كده اليوزرز، هقول له 6 ريكوردز، 6 اشخاص. هنقول له جنريت سالري لشهر اغسطس، وهقول له سبميت. بعد ما بيحسب السالري بيدي لك ملخص اللي انت طلعته، وبيقول لك لسته بالموظفين الجداد اللي تم اضافتهم عشان تبقى عارف ايه اللي تم اضافتهم في الشهر، فتعمل اوكي على الاضافات دي. وبيقول لك الموظفين اللي تم خروجهم من البيرول بتاع الشركه في نفس الشهر، يعني لو حد استقال او مشي من الشركه برضو بيبقى هنا، فتبقى عارف مين اللي خرج من البيرول ومين اللي دخل عليه. او لو انت عايز تخرج حد بتدوس هنا على اد اكزيت امبلويز وتحدد له مين الموظفين اللي انت بتقفل معاهم خروج الشهر ده وتضيفه عشان يتعامل على هذا الموضوع. بعد كده بتروح دايس على نيكست، هيطلع لك القائمة دي اللي فيها الايه حسابات الرواتب بتاعتهم للايه للاربع اشخاص اللي احنا طلعنا. طيب هنا بقى بيحصل ايه؟ ممكن نختارهم كلهم كده، لو دوسنا هنا فوق على الاخر الليستة، بس طبعا الليستة دي هتبقى اكتر من 20، هيبقوا كذا صفحة. لو بقوا كذا صفحة لو دوست كده هيختار لي اول صفحة بس، لكن لو حبيت اخدهم كلهم هشيل، مش هختار حاجة خالص. لو ما اخترتش حاجة خالص هيختار لي الايه اللي لو في صفحتين ثلاثة اربعة، بدل ما اعمل نكست نكست لو انا مش مختار حاجة هيعمل جنريشن لكله. لو عايز اختار اطلع الموضوع ده لشخص بعينه بختار الشخص بعينه، لو عايز اطلع للصفحة الاولى بس بختار الصفحة الاولى بس. فانا اختار الصفحة الاولى كده ونقول له ايه جنريت سالري سليبس، دي عشان يطلع الايه الاذونات الرواتب. كده قال لك ان هو خلاص عمل السالري سليبس وحطها للموظف، الموظفين اللي هم علاقه بالموضوع. اول ما بعمل كده بيطلع لي ايه عندي، ادي الايه البي سليبس بتاعت الناس اللي انا اشتغلت عليها اللي انا طلعتها. بنجيبها منين؟ لو فتحنا اي واحد فيهم يبقى الشيت اللي طلع له شكله عامل كده، بيشرح بيانات الموظف اللي معمول له الموضوع، الايام الغير مدفوعة، الأيام المدفوعة، الأيام الإجمالية، وكل بقى ما يخصه. كذلك إيه لو عنده خصومات أو عنده استقطاعات أو عنده حاجة هتذكر له بيها لسه هنا، بحيث إنها تشرح له الاستقطاعات دي جاية منين، أو الخصامات أو الإضافات أو البدلات أو الحاجات المصروفة دي كلها تفاصيلها إيه. برضو كذلك لو دخلنا على شاشة بتاعة اليوزر بيقدر إن هو يدخل عليها برضو. أولا هيفتح هنا Notifications، هيلاقي ان ايه ان الادمن بتاعه او الاتش ار مانجر بتاعه قال لك شير ذا فايل وذ يو اسمه البي سليب بتاع شهر اغسطس. لو دوست عليه هفتحه وابقى انا كده عرفت اشوف البي سليب بتاعي واعرف تفاصيله هكذا. بقدر اشوف كل حاجه فيه وافتح تفاصيله. لو عايز اشوف بي سليب ادخله منين او عايز افتح واحد قديم بدخل على سالري،
هنا واقول له ماي باي سليبس. لو دخلت على سالري ماي سليب ماي باي سليبس هيبحث، هيفتح لي كده شاشه فيها فولدرات بكل الشهور والايه والبي سليب بتاعي، اقدر ادخل افتحه من هنا، او ممكن ارجع اجيب شهر تاني افتحه برضو ونبص عليه وهكذا. شكرا.